اي طارق انت عمرك 20 سنه مزبوط. انت جاي تقول انا اقيم علاقات جنسيه مع نساء اكبر مني. انت عمرك 20 اللي بتقيم علاقات معهم؟ بس صاير هي كذا علاقه جنسيه، في علاقه جنسيه صايره بعمر 30 سنه تقريبا. وهي ما بحسها انه انا انه لما بدي فوت انا هيك شيء، عرفت؟ ما بحسها غلط. ما بحسها غلط بس شو الغلط ممكن تحسه؟ الغلط ممكن حسه انه لما تصير هاي الشيء عباره عن انه خيانه، انه وحده خانت جوزها او صار شيء غلط بيناتهم، هون ساعات الغلط، مش الغلط الواحد يقيم عليها جنسيه، لانه هيدي حق الواحد ياخده. انت برايك الشاب حقه يظهر ما بيتعيب على البنت؟ لا لا. يعني انت عروستك المستقبليه كيف بديها؟ عذراء. عذراء بس انت بتعمل سبع ودمتها مع غيرها. مش سبعة ودمتها ما غيري، بس الفكرة انه نحن تعمل سبعة ودمتها ما غيري. هيك مزبوطة، بس انا نحن مجتمع شرعي بدنا نحترم المجتمع. كوننا بدنا نحن نعيش بالمجتمع، ما فينا نجي نحن نعيش يعني انت بتضرب بعرض الحائط بمفهومك انه الحفاظ على الفتيات الاخريات مش موجود، ما عليه، بس حبيبتك اللي بدها تصير زوجتك المستقبلية لازم بس هي الفكرة مش انه اروح اضحك على بنت لبنات العالم لانه اخذ منهم الرغبات الجنسية اللي عندي اياها، بس الفكرة انه لا، البنت بدها هالشيء. فيما لو حبيبتك طلبت منك انه تتقربوا اكثر تتوددوا؟ لا ما بعطيها شيء. شو بتقول لها؟ بقول لها لا، انه حبيبتي لا، وانا حسبها حبيبتي شيء لبعدين. انت بتصنفهم حبيبتي، عشيقتي، خليلتي؟ لا، حبيبتي وهذيك مش حبيبه انسى، يعني هي عباره عن نص ساعه قطعت وخلصت. يعني نزوه. بس شو الشعور اللي بتحسه من بعد العلاقه؟ يعني شو في قرف، في شعور بالقرف، بتصير في قرف وراء شو انه هيدا الشيء لازم لوحده كفيل انه يوقفك عن 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 فعل هذا الشيء، لانه انت ما عم تتلذذ، يعني مثل ما انت قلت هالنص ساعه وعم تخلص بعد نص ساعه، عم ترجع لقرف ذاتي ما عم تتلذذ فيه. مزبوط، بس انت مثلا ما فيك مثلا تعيشها هلا، ما تعيشها هلا وبعدين بس تتجوز او ترتبط علاقه جديه مع بنت تظهر عليها، لانه انت ما عشت حياتك قبل. انت ما بتقدر تضبط حالك حتى لدرجه تحركشت بزوجه زميل لك تشتغل، بيشتغل معه وانت بتشتغل معه. انا بشتغل معه. ايه، خنت الامانه، يعني بتشتغل مع الرجل، اقامت سرقت زوجته. هي اسمها وصرفت بس عليك. ايه صرفت عليك، قد ايه بتدفع لك كانت؟ في حسب. قد ايه؟ هلا عم يحضروك؟ ايه كيفت معلم اليوم انا. ليه؟ قد ايه؟ انه في مبالغ تقريبا. قد ايه المبالغ؟ بال 100 دولار 200. يعني بتبيع جسمك ب 100 دولار 200 دولار كنت معها؟ هي عم تبيع حالها مشان ايه، بس هي عم تشتريك. لا، هي الفكره انه هي بدها هالشيء وانا عم بعطيها اياه. ايه بس هي مزوجه، شو بدها فيك؟ اوكي، عم بتقول انه مثلا انا شاب بعدني هو خطير او هيك شيء بهالاسلوب. وانت قبلت، كنا عم نحكي عن تشييق الرجل. تشييق هيدا اسمه تشييق رجل. صح. هيدا اسمه مان هور، يعني الرجل البغي، ولا لا؟ 100%. يعني انت تقيم علاقات مقابل المال مع الفتيات. يعني انت مثلك، مع احترامي لك وللكل مثل امثالك، انا وجهه نظري انت مثلك مثل حيالله بنت بنحكي عليها انا بالكباريه بتبيع جسدها بساعه او نص ساعه كرمال رغبه جنسيه. انت هيك؟ بس انا لا، بس يعني انا ماني هيك. ما انت هيك عم هيك هي اللي عملته. بس هي الفكره انه هي صرفت علي، بس انا مش انه والله هي اشترتني لانه نام معها او شيء. انت شو اللي اكثر، شو كان همك اكثر، انه تصرف عليك ولا انك تقيم عليها جنسيه؟ هي انه خلص صارت عليها جنسيه بيني وبينه. المهم انا بيهمني بالموضوع سؤال واحد، هو انه انت بعمر العشرين سنه، سنه العشرين عشرين، بتقول انه يحق لك ان تقيم بما تشتهيه، بس حبيبتك يلي رح تتزوجها يمنع عليها منع بيت بان حتى تفكر بيلي انت بتقوم فيه، لانه هذا المجتمع هيك ونحن بدنا نحترم المجتمع اللي نحن عايشين فيه. يعني فيناش نفكر نمشي نحن عكس المجتمع ونقول نحن اللي عم يحكوا علينا. يعني هلا انت تظهر مع بنت غلط، هلا رح يحكوا عليك. انت همك المجتمع هلا رح يحكوا علي، ما انا عارف. ايه، هلا رح يحكوا عليك ظهرت مع مرت صاحبك او مرت البوس تبعك وعم تصرف عليك، يعني رح يحكوا عليك او رح يقولوا هيدا هو طارق اللي بيندفع له. بس هيك ما حيقولوا، هن بيعرفوني من انا. اللي ما بيعرفوك، يعني اللي عم بيحضر وما بيعرف معلم من معالم لبنان هيك شيء. هلا زوجات اصحابك كلهم ما حدا رح يفوتك على بيتهم،
لا هلا هي هيدي كانت سبيشال كيس يعني هيدي كانت هيدي سبيشال كيس هدول كيف بتصيروا لا لا انتهت انه انا وقفت على تحضرت طارق حبيت بحياتك؟ نعم حبيت؟ يعني انغرمت عشقت؟ هلا حب هلا مغروم؟ لا تتدلو عليك مي سخنه لو عم تسمع مغروم نيكولا في كثير فتيات وشباب عم يتفرجوا علينا بهذه الحلقه وانت بابليك فيجر والموضوع جدلي فيك تعمل حلقه واثنين وثلاثه واربعه وفيك تعملها هلا وبعد 10 و20 و30 سنه ورح يضل هذا الشيء 100% لانه هو وانت قال شيء ان دكتور زياد عمل من زمان صح شاطر يحكي ومعك حق رح يضل هذا قد ما هو الثالوث الجنس السياسي والدين شو بدك تقول للناس حتى اختم هذه الفقره انا بدي اقول اول شيء نصيحه لك ولكل شاب نحن كبشر صار لازم نوقف الشر صار لازم نقمع على الشر اليوم عم نكون كلنا شرانية مني وجر أنا بعمر معين كنت شرانة يعني اليوم إذا هي المرأة عم تغلط نحن لازم نقمعها نحن لازم نقمع رغباتنا نحن اللي عنا السيطرة على حالنا وعلى رغباتنا وعلى نفسنا اليوم عم نشوف الأمراض قد عم تكتر عم نشوف الانفجارات عم نشوف شو عم نعاني نحن اللبنانيين قد ما عنا شر بقلوبنا وما في محبة ما في محبة لبعضنا هذه أول شيء نصيحة لك ولكل شاب لأن أنا مرقت فيها وبندم على الساعة اللي عملتها تاني شيء أنا اليوم بدي أنصح كل شاب وصبية نعم. كل واحد حر يعمل اللي بده إياه واللي هو بيعجبه في الفتاة تحب فتاة وفي الشاب بحب شاب وفي الشاب بحب مرة وفي الشاب بحب بنت وفي حب اللي بده إياه بس أهم شيء واحد يعمل الشغلة عن محبة لأنه إذا اختفت المحبة والحب بيكون عم نشيق الأشياء وبدي أقول لك شغلة إذا نحن منترفع على كياننا منكون عم نوصل للملكوت وإذا منروح منشيق القصص ومنخليها تنحدر لرغباتنا منروح على جهنم عم تدرس لاهوت؟ معمق لاهوتيا بحب أتعمق بديانات بكل الديانات السماوية وهذا لازم نجي حلقة تانية كمان إذا الله راد طارق شكرا لك نيكولا مزهر الممثل اللبناني شكرا لك بعد الفصل رح يكون مع الدكتور ساندرين عطلة اختصاصية طب جنسي حتى نحكي عن العلاقات الحميمة في زمن كورونا لو سمحتوا تتفضل دكتور ساندرين